من زاوية أخرى، مواطن يوثق ارتفاع منسوب المياه بالقرب من سدة أبو الفلين ويتحدث عن خطر ذلك على المناطق الزراعية. هذه سدة الفلين وهذه المياه. اليوم منسوب المياه أعلى، كل يوم جاي يضيق على بعض مواقع في سدة الفلين، بعض المناطق منخفضة بسدة الفلين، والماء هسه الفرق الماء بين السدة وبين الماء منسوب الماء تقريبا متر أو أقل. في هذه المناطق خابرنا، اتصلنا بالجهد الهندسي فراح يحرك آليات لتقوية هذه السدة، تعليتها وتعريضها في هذه المناطق الضعيفة. وتلاحظون الماء هسه حاليا تقريبا يعني مضايع، يعني مرتفع في هذه المواقع لأنه السدة منخفضة حاليا في هذه المناطق، والمياه تتدفق بشكل يومي كبير باتجاه سدة الفلين. هذه المياه وهذه السدة، توجد فنادق بها سدة عالية، يعني فرق الماء أكثر مترين تقريبا، وأكو مناطق متر أو متر أو أقل. بس في هذا الموقع فرق الماء المنسوب بين السدة وبين الماء أقل من متر.